مشى بعد مشى جديد الفرقه ديال اليسون سروش ما تاخرش من الاجواء سبورتيفو كان كيلعب تيتيوير كاع الماتشات لعبها برسمي المرضو ديالو كان في مستوى الزوجه ديالو اللي كاين وانا الزوجه ديالو ما تاقلماش مشات لعندو ما عجبهاش الحال تما وما قدرش تعيش تما وشاور مع العائله ديالو وقرر انه يرجع لهنا مشيت لعندو للنرويج تفاهمنا مع الناس ديال الفرقه ديالو تجيب لينا ان كلوب اللي خلص لينا 200 ميلو الناس ديال الجيش كانوا على استعداد باش يخلصوا هذا الموضوع هذا وعطاو كونترا ديال عامين ونص عقد ديال عامين ونص ابتداء من 13 من غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم الامور كامله الامور الى اللي كان ساليناها ودرت التدريب اليوم الصباح وابارتي من غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نسحقوا الفريق في المعسكر التدريبي اللي عنده في الرابش وفي الصباح كان الرجاء والوليدات كانوا مستعدين يخلصوا ذاك المونتمون وعطيو جا الكونترا داكشي اللي دابا لكن ما مشيت ما وصلناش مع الدرجه ديال جلسنا معاهم واتفقنا معاهم كان عرض اتصل من الرجاء البيضاوي اتصل بالاب ديالو اتصلوا بيا الناس ديال الوليدات ولكن ما من الاول هو الاختيار ديالو كان ديال الجيش الملكي بكل صراحه ولا هو ولا الاب ديالو ولا الزوجه ديالو كانوا كيقول لي انا ما بكرهش لو كان نمشي في الجيش وانا ما بطبيعه الحال كان الاختيار ديال العام احترمته وحاولت نكمل الامور باش يلتحقوا بالجيش الملكي وتبداو يتصوفوا معاهم هما الناس عندهم بروجي في المستوى وكاين لاعبين في المستوى يمروا مرحلة الفراغ ولكن ان شاء الله الرحمن الرحيم كنتمنى الله تعالى ان الانطلاقه تجي مع مهدي ويساعد الفرقه باش ترجع الالقاب ديالها وتسجيلها ان شاء الله وين الموضوع ترانسفير هو 200 مليون 200 الف اورو تقريبا 220 مليون مغربيه